منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء. منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. فانتصر بهم، فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتقي فيهم ثلاثة، اتقي فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. عفض الله المغرب وأهل المغرب، وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله. بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثله.